أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من أبو همام من اليمن، يقول فضيلة الشيخ: زيارة القبور للاستشفاء وذلك ببركة الولي المقبور، هكذا موجود عندنا، فإذا أنكر الدعاة إلى الله ذلك قال الناس وبعد جدال هذا إنما هو من بذل السبب الذي تقولون بأنه يحصل عند الذهاب للأطباء. نرجو يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا السنة في ذلك مأجورين. زيارة القبور على قسمين: زيارة مشروعة مستحبة وهي زيارة القبور للاعتبار والاتعاب والدعاء لأموات المسلمين، هذه زيارة مشروعة مستحبة وفيها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى ويستغفر لهم. والنوع الثاني زيارة بدعية شركية، بدعية شركية، وهي زيارة القبور لأجل طلب البركة من الموتى أو الاستغاثة بهم أو طلب الحوائج منهم، فهذه زيارة شركية لأن فيها دعاء لغير الله واستغاثة لغير الله وطلب البركة والحوائج لغير الله من أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. وليس هذا من الأسباب الذي يقولون، هذا ليس سببا. لم يجعل الله زيارة القبور للتبرك بها والاستغاثة بها، لم يجعل ذلك سببا لحصول المطلوب. الأسباب هي ما جعلها الله أسبابا وأباحها، والله حرم ذلك، حرم دعاء غيره وحرم طلب البركة من غيره وحرم الاستغاثة بالأموات، فهذا محرم وليس سببا مباحا. نعم.